الآن بتمر بصعوبة على الحاجة زينب، لغاية دلوقتي لسه معرفتش مين اللي قتل بنتها الدكتورة اللي هي كانت عايشة معاها، ولهاش غيرها بتراعيها، وفين جالها ابن أختها وقالت له أنا حاسة إن بنتي قريبة مني وهتوصلني أي حاجة أقرب منها، مين اللي عمل فيها كده؟ قال لها يا ريت يا خالتي أنا مش هيجيلي النوم ولا أرتاح إلا ما أعرف مين اللي عمل في أختي كده. رضا كان بيعتبر إن سماح أخته، قالت له هي كان عندها مذكرات، واحنا لو وصلنا للمذكرات اللي هي كانت بتكتب فيها كل تفاصيل حياتها يمكن نوصل لاي خيط يوصلنا للي قتلها. نصلي ونسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. وفكركم بالاشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش، وعمل متابعه للصفحه اللي لسه ما عملش. الحكايه بتبدا مع الحاجه زينب اللي تولد تربيه ولادها بعد وفاه جوزها، وربنا اكرمهم ودخلوا اعلى الكليات، بنتها الدكتوره وابنها المهندس، ابنها سافر بره والبنت قاعده معاها وبكمل دراستها ومتفوقه وحنينه جدا على امها اللي عندها القلب. وفي يوم امها كان عندها دواء نقص وكانت تعبت، بعد ما قالت انا هجيب الدواء بكره لقت ان هي تعبت جدا وكان الوقت ده متاخر. صحي سماح وقالت لها يا بنتي الحقيني الدواء مش موجود عندي. سماح قالت لها هنزل اجيبه حالا مش هتاخر عليكي. نزلت البنت تجري على السلم عشان تجيب الدواء لوالدتها، بس البنت اتاخرت، امها تستناها ساعه واتنين اتاخرت، رنت على موبايلها لقيتها سايبه الموبايل في الشقه. الحاجه قلقت على بنتها ايه اللي خلاها تتاخر وهي عارفه ان امها تعبانه، معقول هتكون عدت على حد من صاحباتها؟ مش ممكن اي حاجه تعملها البنت غير انها تيجي تجري على امها. فضت الساعات وهي مش عارفه تعمل ايه، وهي تعبانه كمان مش قادره تتحرك، قدرت تمسك الحيطه. نزلت على السلالم الاخر اتصدمت لما لقت في ارضيه العماره وفي المدخل بنتها مقتوله. سماح بنتها ماسكه الدواء في ايديها، بس كانت فرقت الحياه، الست كانت تعبانه وهي ما قدرتش تقاوم، وقعت على الارض وهي بتصرخ. الجيران في منهم سمع الصوت وبدا يدور مين اللي بيصوت، ونزلوا يلاقوا الحاجه وبنتها. بلغوا الشرطه واللي جت خدت الحاجه وبنتها، وعرفوا ان البنت ميته ومقتوله. الحاجه قدروا يلحقوها ودخلت العنايه، ولما فاقت عرفت ان هي بنتها توفت فعلا وان امها ملحقوهاش. الحاجه انصدمت صدمه كبيره جدا، وكانش في حد جنبها، حتى ابنها مسافر بره، اللي كان وحيد جنبها هو رضا ابن اختها واللي هي مربياه وبتعتبره ابنها التاني. الشرطة بحثت وعملت تحرياتها وبحثت في الكاميرات، ما لقيتش أي حاجة، ما فيش كاميرات في المنطقة كتير، ومحد شاف البنت اللي هي نزلت متأخر تجيب الدواء. من هنا الحاجة بدأت تيأس وممكن تحسس إن هي ممكن حق بنتها تضيع، والوحيد اللي كان دايما جنبها هو ابن أختها اللي هي مربياه، اللي كان بيعدي عليها كل يوم يطمن هي كلت ولا لأ، أو يجيب لها الدواء اللي ناقصها ويفضل معاها يتغدى معاها عشان تاكل ويطمن إن هي كلت فعلا. الآن بتمر بصعوبة على الحاجة زينب، لغايه دلوقتي لسه معرفتش مين اللي قتل بنتها الدكتوره اللي هي كانت عايشه معاها ولهاش غيرها بتراعيها، وفين جالها ابن اختها وقالت له انا حاسه ان بنتي قريبه مني وهتوصلني اي حاجه اقرب منها، مين اللي عمل فيها كده؟ قال لها يا ريت يا خالتي انا مش هيجيلي النوم ولا ارتاح الا ما اعرف مين اللي عمل في اختي كده. رضا كان بيعتبر ان سماح اخته، قالت له هي كان عندها مذكرات، واحنا لو وصلنا للمذكرات اللي هي كانت بتكتب فيها كل تفاصيل حياتها يمكن نوصل لأي خيط يوصلنا للي قتلها. رضا هل وشه هلل وقال لها يا ريت، خد ايديها ودخلوا على أوضة سماح وقعدوا يدوروا عليه في أي حاجة إن هم يوصلوا للمذاكرات، ما وصلوش. وفي يوم الحاجة زينب خرجت من بيتها تجيب طلبات، ورضا انشغل برضه عنده شغله مش هيفضل برضه جنبها على طول رغم حنيته عليها، ولكنها لما رجعت لقيت حاجة غريبة قوي، لقيت خطوات على السجادة والخطوات دي كلها متجهة ناحية أوضة بنتها. فضلت تمشي ورا الخطوات اللي معلمه على السجاده ومعلمه في الشقه، لقيت اوضه البنت متبعتره، في حاجات عندها نقصت، في كتب اختفت، في ورق كتير متبعتر في الاوضه. اتصلت الحاجه زينب بابنها وقالت له على موضوع الخطوات اللي موجوده في الشقه واثار الاقدام اللي شافاها لسه دلوقتي كلها رايحه ناحيه اوضه بنتها، وان اوضه بنتها في حاجات ناقصه فيها. ابنها نصح وقال لها خلي الجيران يجوا ليكون لسه الناس دي معاكي في الشقه، واتصلوا بالشرطة وعرفوهم اللي حصل. الحاجة صرخت ونادت على الجيران اللي متفزعوا وجم يجروا على الحاجة يشوفوا ايه اللي جرالها، بس لما نزلوا رجلين كتير قوي دخلت وأثار الأقدام اللي هي كانت عايزة تبقى دليل ضد القاتل اختفت هي كمان. اتصلوا بالشرطة وبرضه الشرطة تاهت مع الأقدام الكتيرة، ما قدرتش تعرف توصل للأقدام اللي احنا عايزين ندور على مين سببها ومين صاحبها. رضا عرف من الجيران حكاية الجزم من الحاجة، لقيت أثرها في الشقة وقلق على الحاجة، جري عليها ليكون جرالها حاجة. أول ما دخل عليها الحاجة بصت عليه، بس لقيت حاجة غريبة قوي مش متعودها من رضا،
رضا النوع لما يلبس الحاجة بتفضل معاه سنين طويلة قوي، وهو كان جاب الجزمة اللي هو لابسها قريب، فلما لقيته جاي مغير الجزمة وسألته عليها قال لها لا ده دي رميتها وجبت غيرها. هنا الحاجة بدأت تقلق وشكت فيه، والغريبة ان هي شكت فيه ان يكون هو ورا موضوع بنتها رضا اللي كان قريب منها واللي بتعتبره ان هو ابنها. راحت الشرطة وقالت المباحث الشكوك اللي جواها، وان السبب في القلق اللي فيه الجزمة، وان رضا هو اللي قريب منها وهو عارف كل حاجة عنها، وهو الوحيد اللي يعرف موضوع المذكرات ودخل معاها دور عليها. تاني يوم او بعدها بيومين يحصل كده في اوضه البنت، ده اللي خلاها قلقت وطلعت كل اللي جواها عند المباحث اللي خدت الموضوع بجديه فعلا، وبداوا يستجوبوا رضا. ومع استجواب رضا والضغط عليه طلعت الحقيقه اللي ما كانش حد يتخيلها ابدا. اعترف رضا، وكانت اعترافاته غريبه جدا، منها عرفنا ان هو كان مصادق سماح في الكليه وكان بيروح لها ويزورها، وهنا اتعرف على واحده من صحبات سماح. البنت دي حبها، ولما حب ان هو يتقدم لها قالت له انت ظروفك ما تسمحش. هنا رضا فكر ان هو لازم يبقى غني وبفلوس كتيره وسريعه، ملقاش سكه توصله اللي هو عايزه ده غير بيع المخدرات. واليوم اللي نزلت فيه سماح تشتري الدواء لوالدتها وقت متاخر، شافت رضا على نصه الشارع وكان واقف مع الناس اللي بيشتروا مخدرات، وعرفت هو بيعمل ايه وقالت له هو انت وصلت لكده؟ قال لها ارجوك ما تقولش كده لصاحبتك. قالت له لازم اقول لها واحذرها منك، دي انت في الاول واخر في وشي، وانت انا السبب في معرفتكم ببعض. البنت راحت بيتهم، واول ما وصلت عند المدخل كان رضا محصلها وخنقها ورمى جثتها وهرب. دي كده اعترافاته، انقبض عليه وخد جزائه. واحنا بنقول دايما اتق الشر من احسنت اليه، واقرب الناس ليك كن على حذر منهم لانهم عارفين كل اسرارك كل خطواتك. والله المستعان.